ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ومعانا هاني بروسلي. مين هاني بروسلي يا جماعه، او هو بيعمل ايه؟ يعني الموضوع ده كنت انا اكتر واحده اصلا حابه اسال عنه والم معلومات وتفاصيل عنه، وطبعا وانتوا كمان، فعشان كده حبيت ان احنا نستضيفه معانا النهارده. طبعا شرفتنا ونورتنا يا هاني، اهلا شكرا. بيك. اهلا بيك. عليكي كده. ازيك يا هاني؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ تمام الحمد لله. هاني انت شكلك صغنون قوي على التاتو. هاني بروسلي خبير التاتو. بدايتك كانت ازاي ومين اللي ساعدك؟ بدات امتى اصلا؟ انا بداتها من عند 14 سنه، كنت صغير حبيت ان انا اسافر امريكا واهلي ساعدوني على كده ان انا اسافر، بس كنت مسافر لدراسه، بس عجبني حوار التاتو وانا اصلا حابه من زمان جدا. تمام. وتعلمت وخدت كورس فيه على اعلى مستوى، وجيت مصر هنا وانا عندي 15 سنه وبدات اعمله من وانا حتى في البيت عندي، لحد ما وصلت ان انا فتحت. بس ده ما يمنعش ان انت لسه سنك صغير برضه، انت عندك 19 سنه. لا لا ما يمنعش، انا لحد دلوقتي برضه بحاول اوصل لحاجه انا نفسي فيها ان انا ابقى تاتو ارتست كبيره. بس على فكره ده فخر، بغض النظر عن ايه هي الشغلانه، ده فخر ان انت في وقت صغير جدا وفي سن صغير جدا لسه في ناس بتنضج فيه، انت حققت فيه نجاحات عاليه وكبيره. اه ده فعلا، وانا بحاول اثبت اكتر من كده ان ده برضو مش اخر ما انا عاوز، يعني عاوز اعمل حاجات اكتر من عايز كده. عايز ايه تاني قول لي؟ عايز ابقى احسن تاتو ارتست في مصر عامه، لسه في ناس احسن مني بكتير. هاني طيب كلمني بقى عن التاتو، الماتيريال بتاعتك بتجيبها منين وازاي بتكسب ثقه العملاء فيك اصلا وبتتعامل وانت ازاي؟ لسه سنك صغير. هو عامة أجيب الماتيريال من أمريكا، بيقول لي ناس من هناك بتبعت الماتيريال من أمريكا، بيبقى يعني في تواصل ما بيننا كتير قوي، بتبقى حاجة أصلية بتيجي معاها ضمان تمام، بيبقى مش شركة معينة، بنبعت لها كل حاجة مظبوطة. الزبون بقى بيكسب ثقتي ان هو بيشوف شغلي مرة واتنين وعشرة على الصفحة على البيج بتاعي، اوكي، فبيلاقي فعلا ان في شغل حلو، وبعد كده لما بيعمل الشغل عندي بثبت له فعلا ان انا شغل حلو، وكمان بيبعت لي ناس بقى من تبعه ان بيكونوا بقى شافوا الشغل بتاعي وبيعجبهم قوي قوي. تمام. هاني في حاجة اسمها تاتو دائم وتاتو مؤقت؟ لا هو عامة تاتو دايم، بس ان هو مفيش حاجة اسمها تاتو مؤقت، مفيش حاجة اسمها ابرة هتخش تحت الجلد وهتطلع الانك كده بسهولة، مفيش الكلام ده اصلا. ولو كان في فعلا مؤقت، ولو حبينا ان احنا نشيل التاتو الدائم بنشيله ازاي؟ بيبقى يتشال بقى بعملية ليزر، دي اسهل حاجة في الايام دي. الليزر بيشيله؟ مش بيبقى فيه اي اثر لا او تشوهات او اي لا حاجة؟ لا. طب احنا معانا دلوقتي صور عايزينك تكلمنا عنها يا هاني. نشوف كده. ده ايه ده؟ ده انك وماشين وباور سبلاي، دي حاجات تبع الشغل عندي، دي بقى حاجات يعني بستعملها، دي برضو انا بحب اجيب بدل الماشين كذا ماشين عشان لو واحده باظت او واحده عايز استخدمها كذا استخدام، لاني ما بحبش اخلي ماشين واحده على الحمل كله، بحب يبقى في كذا ماشين. دي برضو انكات معينه، كل انك بيبقى ليه شغل معين، وبرضو هنا في ابر وفي الوان كمان لو حد عايز الوان. وده الديزاين ده تاتو برضه انا عامله قبل كده اللي هو الزبون وعجبه جدا، شكله حلو قوي. شكرا. وده برضه ديزاين برضه كان 3D. تمام. وده برضه حاجه بالكلر اللي مش متوفره عند اي حد. ايوه برضه نفس الكلام. ده كفر اب، كان صباع بنت جاي لي بايظ خالص زي ما انتم شايفين، وقالت لي انا عايز اصلحه ومش عارف اعمل فيه، فانا حطيت لها فيه كلر كده وظبطته لها، وهي بجد فرحت جدا بعد ما عملت لها فيه كده. شكله حلو قوي. شكرا. دي برضو التاتوهات للناس اللي بتحب التاتوهات الصغيره، مش عايزه تاتوهات كبيره، فبتطلب حاجات صغيره. وده كتب اسمه وكتب اسم امي. تمام. دول اتنين كابلز عايزين يعملوا ميكي وميمي، فهو عمل ميكي وهي عملت ميمي عشان يثبتوا هما بيحبوا البعض. ايوه شكلهم حلو قوي. طيب انا بقى عايز اسال سؤال، اللي عايز يتواصل مع هاني بقى، مع هاني بروسلي، يجي لك ازاي؟ وفي صعوبه في التواصل ولا لا؟ لا لا ده الامر سهل جدا، ده ممكن يكلمنا على البيج وابعت له اللوكيشن، يا اما ممكن اقوله له هنا، هو 38 شارع طرابلس، بتفرع من شارع عباس العقاد على اول الشارع ماردين اير. هو فعلا مش بعيد جدا. 38 شارع طرابلس، متفرع من عباس العقاد على اول الشارع يونيون اير. طيب لو الرسمه يا هاني فيها تفاصيل كتير تمام وانت مش عارف تطلعها زي ما الكليانت عايز، بتعملها ازاي؟ لا هو بيبقى عامة بيبقى عندنا في الكورس علمونا ان احنا ناخد كورس في الوورد، بنطبع ديزاين على الكمبيوتر وبيطلع على طريقة اسمها ستنسل كده، بتطبع الديزاين زي ما هو من غير ما نلمسه. رقم هاني يا جماعة على الشاشة عشان لو حابين نتواصل معاه يكون سهل التواصل بالنسبة لنا. اتفضلي هاني كمل. تمام. فهو الستنسل ده بيسهل عليا الامور جدا، لدرجه ان يخلي الزبون شايف الرسمه قبل ما ابدا اصلا.
بيبقى رسمه طبيعيه قدامه. طب هو فعلا ما ينفعش اشرب حاجه قبل التاتو او تقريبا بتستخدم بنج ولا لا؟ لا، هو عامه الشرب بيخلي الدم يتدفق، يخلي التاتو نفسه يطلع دم، فده غلط في حد ذاته. تمام. البنج غلط لانه بيدخل ما بين الجلد والدم، فبيخلي الانك يطلع بعد كده، يخلي الرسم بعد كده وحش، مش حلوه، مش حلو. طب ايه النصيحه اللي تقولها لو حد عايز يرسم تاتو قبل ما يجي لك؟ ما ياكلش حاجه مثلا، ما يشربش حاجه؟ لا، عامه ياكل اللي هو عاوزه، يشرب اللي هو عاوزه، بس ممنوع يشرب كحوليات او خمور. درينكس ممنوع خالص؟ لا، ممنوع خالص. تمام. او اي حتى برشام او اي حاجه. لازم يبقى جاي سليم، واكل شارب قشطه عادي، ما فيش اي مشكله. تمام. طب يا هاني، لو عندك كلاينت جالك التاتو بتاعه باظ او بايظ اصلا، انت تقدر تتصرف فيه ازاي؟ ساعتها بنشوف حالا هو. تمام. ما بخطرلوش حاجه من دماغي، بجيب له كذا ديزاين اللي يعجبك، احنا هنعمله على الرسمه البايظه دي. تمام. وفي الاخر بيطلع له حاجه نضيفه قوي زي البنت اللي كان صباعها بايظ. طب هو ممكن الكلاينت يرفض يجي لك لما يعرف سنك او ان انت سنك صغير؟ هي اوقات بتحصل، بس لما بيلاقي فيه شغل بينزل احلى بيجي. هاني، رسمك التاتو اثر على حياتك؟ كتير كتير. صحابك شايفينك ازاي؟ هما في شايفيني كويس، وفي شايفيني بالنسبه لهم انت خلاص كده قابل عننا. ليه بس؟ هما بالنسبه لهم خلاص انت اتشهرت وعليت علينا، وانت بيجي لك بقى ناس ومبقتش فاضلنا، وفي نفس الوقت في اللي شايفها حرام وكده، فانا ما بحبش اتكلم في الحاجات دي. وده اصلا اثر بالسلب على حياتك لو لا تروح. فعلا ناس كتير اصلا بتقوم متضايق مني، وفي ناس فعلا بتساعدني. طيب انا عرفت برضو ان انت مش بتعمل تاتو بس، انت كمان بتعمل بيرسنج. لا، البيرسنج ده بيبقى امر سهل، ده برضو خدت فيه كورس فيه، بس ده ما خدش وقت، ده كان سهل جدا عملته وانا برده، بس انا كان وانا عندي 17 سنه، انا برده ما كنتش ينفع ابداه من وانا صغير، انه برده في اماكن خطره في الجسم فما ينفعش اعمل فيها. طيب ايه اغرب بيرسنج طلب منك؟ ده يعني قبل كده راجل كلمني عنده 40 سنه، عايز يعمل بيرسنج في بطنه. في بطنه؟ في بطنه. فانا ما ينفعش اقول للكلاينت لا، بس انا كسفت. هاني، طيب حابب تقول ايه في نهايه فقرتنا؟ حابب تشكر حد، تقول كلمه؟ يعني ليا كان صديقي الله يرحمه بسام اسامه، ده فعلا ساعدني جامد قوي، ده قبل ما يموت بجد ساعدني بجد، وليه الشكر بجد، وليه الفضل عليا لحد النهارده، وانا بجد بحبه لحد النهارده، بجد بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي. انت وفي يا هاني، والله يا ريت كل الناس زيك. فقرتنا كانت صغيره بس نورتنا يا هاني، بجد شرفتنا، اتبسطت جدا ان انت موجود معانا النهارده. أنا أكثر. واكيد ده هتيجي تاني وتنورنا. انا فعلا اتبسطت اكتر معايا لوحدي طبعا. لا، معايا على فكره، انا بجد. على فكره معايا انا. هو انا اللي جايه؟ لا، على فكره انا اللي جايه قبلك. مش هيحصل مشكله، المره الجايه انا هتيجي معايا يا هاني. ميرسي جدا ليك. لا، عفو عليك، تحت امرك. نورتنا بجد. بجد شكرا. ماشي. كنا معاكم شروق ومريهان. انتظرونا في حلقة جديدة من نائر ونقير. باي.